كيفية الإطعام، إطعام المساكين عن الكفارة، عن الكفارة، إطعام المساكين عن الكفارة، تعطي كل واحد كيلو نصف من الطعام، سواء جمعتها كلها ودفعتها لمساكين أو فرقتها على الأيام، ما في معنى، حسب قدرك، حسب قدرتك وإمكانيتك. إن كان تقدر تجمعها وتدفعها للفقراء أو أهل بيت محتاجين، هذا أهون عليك، أسهل عليك. وإن كان ما تقدر إلا شيئا فشيئا، فأنت تفعل ما تستطيع. المهم أنك تستكمل الكفارة، تستكمل عدد المساكين، هذا هو المهم، سواء دفعة واحدة أو على دفعات.